هنتكلم عن الدوريات الأوروبية واللي ابتدت طبعا وبنستمتع بها أكيد بشكل كبير من خلال طبعا هذا الموسم. إسلام تحياتي ليك. تحياتي ليك كابتن محمد وكل متابعينك. ربنا يخليك. خلينا أبتدي بصلاح، ودائما صلاح بيبهرنا وبيبهر العالم وأرقامه اللي ممكن بيحققها، ويمكن هو ممكن اللاعب ممكن ما يكونش ده في دماغه، لكن اجتهاده ودايما تحقيق الفوز وتحقيق حاجة جديدة بتبقى موجودة هي الهدف، وربنا بقى بيديله بقى الأرقام دي يا إسلام. طبعا يا كابتن، يعني محمد صلاح مقدم مستوى كبير جدا مع الليفر، تقريبا في آخر 4 سنين عامل مستوى رائع. محمد صلاح سجل طبعا للعام الخامس على التوالي في الماتش الافتتاح، ودي أرقام كبيرة جدا لمحمد. واضح أنه مركز مع الليفر بشكل كبير السنة دي، ومصر أنه يستعيد لقب الهداف مرة تانية، فيعني شيء رائع بالنسبة لنا احنا. محمد صلاح فخر كبير لينا، ونتمنى إن شاء الله أنه يفضل دايما في نجاح بإذن الله. رأيك لما صلاح أحرز الهدف ورامي عباس نزل في نفس التوقيت تويتاية خاصة لصلاح بيقول يعني في يعني يا رب يشوفه، يعني بما معناه يا رب يشوف اللي بيعمله صلاح، يعني هل دي ممكن تكون بوادر لحاجه ان حتى الان صلاح ما جددش تعاقده، او ما يعني ما وصلوش لحل او ما وصلوش لرقم معين، وان كان احنا سمعنا ان كان في رقم خلاص حددوا الريدز لصلاح؟ يعني بالنسبه للتغريده بتاعت رامي عباس هي ما تتفسرش غير ان هي بالشكل ده كده، ان هو يعني بيحاول ان هو يضغط على اداره الريدز عشان يعني يستعجل ان هو يجدد لصلاح. بس اعتقد يا كابتن محمد الامور بالنسبه لصلاح يعني محسومه، ما اعتقدش ان هو ممكن يسيب الليفر او الليفر حتى يسيبه الفتره اللي جايه. الاثنين متمسكين ببعض، ويمكن دي ورقه ضغط من رامي عباس طبعا، لان في 5-6 لعيبه من الليفر جددوا عقودهم في خلال الاسابيع اللي فاتت، طبعا على راسهم فان دايك جدد تعاقده حتى 2025، بالنسبة كمان ألكسندر أرنولد جدد تعاقده، فابينيو جدد تعاقده. فيعني تقريبا محمد صلاح كانوا سايبينه تقريبا آخر حاجة، نجم كبير وكلنا طبعا مستنين تجديد محمد صلاح مع الليفر. ما اعتقدش يا كابتن ان فيها أزمة، حتى الصحف النهاردة الإنجليزية نقلت تصريحات رامي عباس، ويعني قالت ان دي ورقة ضغط بس على ادارة الريدز عشان يوافقوا على المطالب المالية لمحمد صلاح. مفهومة اكيد يعني، لكن يعني كان الكلام على ان خلاص وصلوا ان يبقى الراتب التاريخي لاغلى لاعب في ليفربول هو صلاح، وبالتالي يعني هو مش التاريخي، هو يعادل لويس سوارز. بالضبط هياخد 200,000 جنيه استرليني في الاسبوع، بما يعادل في السنة هياخد 50 مليون استرليني، يعني بما يعادل بالمصري تقريبا 1 مليار جنيه في السنه. ما شاء الله عشان ما نحسدوش بس صراحة. لا طبعا. طيب يعني احنا نتمنى طبعا بالنسبه لنجمنا، يعني هو مركز ودي حاجه جميله جدا، كل واحد ليه دوره، رامي بيتكلم في حقوق صلاح بره الملعب، وصلاح مركز في شغله داخل ملعب، ودي حاجه طبعا المنتاليتي بقى اللي بيتكلم عليها صلاح، ودي حاجه جميله مش متاثر. محمد صلاح فاصل نفسه يا كابتن محمد تماما عن كل المفاوضات، هو مركز في الملعب بس، وعايز يحقق لنفسه أرقام. يعني صعب إن هو في لاعب عربي حتى يقدر يكررها في السنين اللي جاية، لكن أستاذنك كابتن محمد في رقم معايا يمكن ما الناس ما ركزتش معايا، بس بما إن أنا من عشاق مانشستر يونايتد فأحب إن أنا أقول لحضرتك. اتفضل. هو بالنسبة لمحمد صلاح الهدف اللي هو سجله في نورتش سيتي ده خلاه يعادل أرقام كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي. محمد صلاح سجل 118 هدف، كريستيانو سجل 118 هدف، لكن الفرق ما بينهم ان محمد صلاح سجل ال 118 في 186 لقاء. اوكي. بينما كريستيانو رونالدو سجله في 292 لقاء. بصراحة أقل يعني. صلاح أقل بكتير، أكتر من 100 لقاء تقريبا. يعني لو صلاح ادينا له ال 100 دي بنفس المعدل يعدي كريستيانو بشكل كبير. يعدي كتير. كريستيانو طبعا اسطوره ونجم كبير حقيقة. لكن احنا كمان عندنا عندنا اسطوره برضه من الساعات بيه طبعا. حلو الارقام دي يا اسلام. طيب خلينا اكلمك بقى على الدوري الانجليزي بشكل عام، الوضع السنه دي مختلف، وجود الجماهير اكيد هيفرق، وان كان الدوري الانجليزي دائما ممتع حتى لو مش جماهير مش موجوده، لكن السنه دي اكيد هيطفي قوه واثاره في الدوري الممتاز الانجليزي.
زي ما حضرتك قلت الدوري الانجليزي السنه دي يمكن احنا حاسين بمتعه مختلفه شويه عن السنه اللي فاتت بسبب حضور الجماهير. شايف ما شاء الله الملاعب كلها كامله العدد. المنافسه السنه دي ما اعتقدش ان هي هتبقى هتنحصر بين الكبار، يعني ما فيش مفاجآت السنه دي، لا في ليستر ولا في حتى توتنهام اللي كسب النهارده مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء. لكن ما اعتقدش الفرقه دي هتبعد. الموسم ده هو موسم عوده الكبار في انجلترا، تحديدا تشيلسي اعتقد بالتدعيمات والصفقات واخرها لوكاكو انضم للفريق، فاعتقد هو مرشح قوي جدا للبطوله. نفس الامر مانشستر يونايتد اللي يمكن عمل تدعيمات كويسه في الفريق، اعتقد هو ممكن يبقى عنده فرصه كمان وحظوظ ان هو ينافس. مانشستر سيتي توقعاتي ان هو هيفوق في النصف الاخر من الدوري في الدوري الثاني، يعني هو هيبتدي يتخبط ويعاني من نتائج زي ما حصل الموسم الماضي لو انت بالظبط لو حضرتك فاكر ان في اول 5-6 اسابيع السيتي ما جمعش نقط خالص، لكن مع بدايه الدوري الثاني ابتدى يكتسح الفرق كلها، فاعتقد هو اكيد منافس. بالطبع كمان ليفربول ما ينفعش ان احنا نخرجه من الحسابات بالرغم ان هو ما عملش صفقات السنه دي كبيره، او هو تقريبا تعاقد مع لاعب واحد ابراهيم كونيتي بتاع فريق الماني بس اعذرني نسيت اسمه، هو ده تقريبا التعاقد الوحيد اللي ريدز عمله. فاعتقد ان المنافسه هتكون رباعيه السنه دي بين الاربع فرق اللي قلت لك عليهم في الدوري الانجليزي. خلينا ننتقل معاك للدوري الاسباني اسلام، وفوز النهارده لبرشلونه 4-2